وزير التعليم يكشف آلية امتحان الطلاب غير الحاصلين على التابلت. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لم تصلها أي معلومات عن امتناع عن تسليم التابلت للطلاب، ولكن لن يتسلم التابلت من لم يدفع رسوم الاستلام. وأضاف وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية: أما الامتحان لمن لم يستلم التابلت سيكون مقابل مصروفات أكثر من 100 جنيه لضرورة توفير مراكز امتحانات خاصة للامتحانات الإلكترونية. وأوضح سيمتحن على تابلت ملك الوزارة والمصروفات ستحدد لاحقا. أتمنى أن نلتفت للهدف من المشروع وهو التعلم، وكفانا جدلا حول أمور جانبية.